أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول. خان شغان وكل من يعجبه خلي يقصف أو يريد يقصف خلي يقصف ويتفضل. أهلا وسهلا. ودور حكومة الإطار صار فقط يراقب ويعد صواريخ الفصائل والإيرانيين والأمريكيين. المهم اللي صار وبالمختصر وصار معروف وممل جدا، الحرس الثوري الإيراني استهدف من إسرائيل بسوريا وقبلها بلبنان، ورجعت طهران ردت على القصف في أربيل، ومرة ثانية تم استهداف جنودها بسوريا وضربة كانت أعنف بالمزة فبدمشق طبعا. فردت الفصائل بدل عنها بعين الأسد بصواريخ باليستية، ورجعت أمريكا ردت قصف مقر الجباء بالقائم وجرف الصخر، وقلنا ممل لأن نفس الدائرة. بالمقابل حكومة الإطار أدانت القصف الأمريكي ووصفته بالعدوان. وهنا السؤال الأهم، إدانة الحكومة هو إعلان رضا لما تفعله الفصائل واللي ممكن أن تخسر بسبب دعم واشنطن، خاصة أوستن قال عندنا المزيد. بعض التسريبات تكشف بأنه حتى الإدانة الحكومية هو لدفع الحرج أمام إيران والفصائل. ورومانوفسكي بلقاءاتها قبل ساعات من الضربة مع قادة الإطار أبلغتهم، طبعا انتقد المالكي والعبادي والحكيم، أبلغتهم بهذا الرد بمعنى الجماعة يعرفون. وحديث إخراج القوات قوات التحالف مو فقط الأمريكان من العراق لن يتم على وقع الصواريخ أبدا، هيك كشف يعني بعض المسؤولين بواشنطن مؤخرا. والتسريبات تتحدث عن إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. لحد الآن تسريبات، عاد ما ندري إذا انسحبوا من سوريا باقين بالعراق الجماعة لو فعلا حينسحبون بنهاية السنة.